إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يباهل الكفار بمن؟ فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم بولديه وبنساءنا ونساءكم بمن هو مصداق لهذه الآية وأنفسنا وأنفسكم. بلي. صحيح مسلم لمسلم الحجاج القشيري النيسابوري طبع دار الفكر طبع سنة 1432 دار الفكر بيروت كتاب فضائل سيد المسلمين ويعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما رقم الحديث 6114 عن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا أمره بشيء وما هو ذا أمره ما منعك أن فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فإن سؤال معاوية واستفهامه أن سعد بن أبي وقاص يبين أن هذا الملعون معاوية كان قد أمر سعدا أن يلعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثم سأله ما منعك أمره أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال بلي فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلفه في بعض مغازيه فقال له يا رسول الله خلفتني مع النسيان والنساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال فتطاولنا لها فقال أدعو لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي اللهم هؤلاء من أهل البيت هؤلاء أهلي فالمباهلة وقع بمن وقع بهؤلاء وأما إن معاوية كان قد أمر سعد بن أبي وقاص أن يلعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في كتاب منهاج السنة كتاب منهاج السنة في نقش كلام الشيعة والقدرية المجلد الثالث لشيخهم ابن تيمية الحراني طبع دار الكتب العلمية وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى فقال ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب عليه السلام فقال ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه فلن أسبه فلن أسبه أعزائنا المشاهدين هذا ما رواه الحاكم في المستدرك بأن من سب
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقد سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شاتم الرسول، كافر مهدور الدم، كافر مهدور الدم. هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، طبع دار الفكر الجزء الثالث، طبع سنة 1430، دار الفكر بيروت، رقم الرواية 4673. دخلت عن أبي عبد الله الجدلي: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم؟ فقلت: معاذ الله أو سبحان الله كلمة نحوها. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. قال: هذا حديث سيء الإخراء سيء الإسناد. 4673 4673 وافقه الذهبي في التلخيص، قال: صحيح. فثبت عيسى مشاهد بروي حديث رواه مسلم وبتصريح صرحه ابن تيمية أن معاوية قد أمر سعدا أن يسب أمير المؤمنين عليه السلام. قد ثبت بهذا الحديث وهذا التصريح من ابن تيمية وبهذا الحديث من مستدرك حاكم أن معاوية قد أمر سعدا أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سب عليا عليه السلام فقد سبني. فقد ثبت أن معاوية كان يروج سب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبت أن معاوية كافر شاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون مهدور الدم، فكيف أنتم تأخذون دينكم عن معاوية وهو من رجال البخاري ومسلم؟ وكيف عمر بن الخطاب قد أمره على رقاب المسلمين، وإن عثمان قد أقره على ذلك؟ بلي، وأيضا هذا أيضا اجتهاد فأخطأ، اجتهاد فأخطأ. يا ليتني أعرف ما هو مدرك هذا الاجتهاد. الاجتهاد هو البذل الوسعي في استنباط الأحكام الشرعية، يعني في إخراج أحكام الشرعية من مصادرها من القرآن والسنة. فيا ليت شعري إن معاوية اجتهد فأخطأ فإذا له أجر، يا ملاعنة يا أيها الفسقة. يا ليت شعري إلى أي آية في القرآن الكريم إن معاوية رجع، وإلى أي سنة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن معاوية بذل وسعه فيها فأخرج استحباب لعن أمير المؤمنين عليه السلام أو جواز لعنه، أو إلى أي آية في القرآن أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عائشة بنت أبي بكر قد بذلت وسعها في فهمها فاستنبطت وجوب قتال أمير المؤمنين عليه السلام في حرب البصرة في الجمل. أي اجتهاد هذا إلا هذا اجتهاد فقط لتخديع عوام الناس، اجتهدت فأخطأت. كتاب الاحتجاج نرجع إليها.